فوالا حنا في هذه الفقره ما كانش يعني الهدف ديالنا اننا نطيحوا بالمراه المغربيه، بالعكس المراه المغربيه كانت كتشرف المغرب داخل وخارج المغرب. الحمد لله مفتخرين بان عندنا نساء وزيرات، عندنا نساء طبيبات، عندنا نساء دي بيلوت، عندنا نساء في جميع الميادين مبدعات. بالعكس حنا كذلك ضد العنف، ولكن للاسف بعض الصحفيين طرقوا الموضوع يعني كبروا المساله وطرقوا له شافوه واحد الجانب اخر. حنا بالعكس كان الدور ديالنا ليليا سيت اون ماكيوز بروفيسيونيل مو اوسي، دونك حنا بالعكس طرقنا لهذا الموضوع غير باش نبينوا للمراه مغربيه وذكراتها. للاسف الناس شنو خداو؟ خداو غير لا فوتو، ما شافوش لا فيديو كامله، ما سمعوش الكلام اللي قالت ليليا. الكلام اللي قالت ليليا بان السيده من غير العنف كيمكن السيده تعرض لاكسيدون، كيمكن السيده يكون عندها يعني شي تشوه، كيمكن السيده تكون طاحت زلقت كلات يعني انكو في الوجه ديالها وغدا عندها العمل. لنفرض هاد السيده ضربها الزوج ديالها مثلا اليوم، واش لا عندها عمل يعني مسؤوله على واحد المنصب مهم؟ هادشي تيوقع يمكن المشاكل يكون ما بين الخوت ماشي غير الازواج. دونك كان يعني النظره ديال ليليا بريئه، طرقات ان المراه ملي تبغي يوقع لها شي مشكل بحال هكذا. دابا تنعرفوا السيدات كتمشي دير غير انجيكسيون ديال البوتوكس ولا لاسيد ديالوغونيك، غير عمليه تجميليه خفيفه، كتخرج بلي بلو وكتبغي تضرقهم. حنا هادشي تيوقع لنا وتيجيو عندنا في المراكز، دونك طرقات له من هذا الباب. للاسف الناس شنو داروا؟ قبطوا لاباغيا فوتو، صوروا غير الصوره، ما سمعوش الصوت، ما سمعوش لا فيديو كامله، وعلقوا عليها كيف ما بغاو. دونك حنا النقد البناء مزيان، حنا مع حرية التعبير، حنا مع الناس يعني الأذواق. يمكن نقدر الفقرة اللي نقدم أنا وصفة طبيعية كاع عادية وتقدر ما تعجبوش الناس يعني شغلوا هذاك، ولكن حنا والله العظيم يعني كان يعني من باب غير باش نوري للسيدات بأن لو وقع في شي مشكل بحال هكذا يعني إلا أن بلو بأي سبب غير تغطيه بطريقه مزيانه، غير تخلق داك هي يمكن فوالا هي يمكن اليوم هو اللي خلق الضجه. اما الموضوع كون طرق له في شي نهار اخر يمكن كون طرقنا له في لو 1 جانفي ما كانش يمكن يدير الضجه، ولكن واخا دار الضجه هو دار غير اشهار ليليا، لان اتصلوا بها قنوات عالميه وعرضوا عليها اموال يعني اموال طائله باش غير تقدم تصريح، وهي ما قدمت حتى ما دايره حتى شي حاجه. عطى الموضوع عطى حجم كبير، عطى شهره للبرنامج، عطى شهره للفقره، والناس اللي فهمونا غلط كنعتذر منهم علاش لا. دونك الانسان حنا غير بشر ماشي ملائكه، الانسان خطا محدنا في الحياه، الانسان كيمكن له يخطا. والمنشطه الرئيسيه سميره البلوي راه قدمت الاعتذار، والمغاربه كاين اللي يعني تقبل الموضوع كاين اللي ما تقبلش، دونك ما يمكنلكش ترضي كل شيء. أكيد. فوالا شكرا لكم، شكرا الموقع فبراير، كنتمنى لكم مسيره موفقه، وشكرا لكم الحضور ديالكم اليوم ودعمكم، ونتمنى انكم ان شاء الله نشوفكم متالقين والفوق الفوق.